فاطمة الكعبي، عمري 17 سنة وأعتبر أصلاً مخترعة إماراتية وأحد ممثلة أطفال العالم على مستوى عالمي. ملهمي هو سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أتعلم من رؤيته في مجال التكنولوجيا ودائماً يشجعني أني أعمل في المجال اللي أنا فيه، وإن شاء الله أكون دائماً عند قدر كلام اللي قلت ليه أني أمثل شباب العالم على مستوى عالمي وأني أتميز في مجال الذكاء الاصطناعي إن شاء الله في المستقبل. حالياً عندي 12 اختراع في مجالات عدة، من أبرزها اللي تخدم أصحاب الهمم، نظم الأمن والسلامة وغيرها من المجالات، والهدف منها إن شاء الله خدمة المجتمع وخدمة مختلف القضايا الموجودة فيه.